محلات يعني مواد انشائيه، مواد صحيه، تاجير عدد يدويه، مواد كهربائيه. هذا المحلات اسسها الوالد الله يحفظه، يعني كانت من اولى المحلات بناحيه الضلوعيه، هسه قضاء الضلوعيه، تاسست يعني سنه 1991 1990. هذا المحلات يعني اني حاليا اللي اشتغل بيها، تعلمت منها طبعا كثير شغلات، الصبر، التحمل، المعامله، وايضا ما وقفت عائق امام دراستي وامام شغلي، انا مكمل دراسه واطمح للمزيد. هذا المحلات نبيع بها كافه يعني المواد الصحيه الانشائيه. هذا المحلات يعني طبعا شيء ايجابي بالنسبه لي، اولا مصدر رزق لاهلي، وما وقفت يعني عائق، بالعكس هي يعني كانت مصدر ايجابي، لان توفر سبل العيش وتوفر لنا اموال، قدرنا انه نكمل الان واخوتي دراستنا، وحياتنا يعني مستمره بفضل الله، ثم يعني هذا المحلات والعمل بها. يعني اوقات حياتي هي منظمه، يعني وقت للدراسه، وقت للعمل بهذا الاسواق، ووقت تقضي مع اصدقائي والامور الحياه الاخرى، يعني ابدا ما صارت عائق امام مسيرتي يعني بالحياه.